هذه حقيقة نسيتها تذكرتها ستموت، ستموت، وبعد الموت ستقبر، ستحاسب، ستقف بين يدي الله عز وجل، سيذكرك بأيام حياتك يوما يوما، موقفا موقفا، لحظة لحظة، وسيسائلك وسيحاسبك. عندما تتذكر أنك ستمر على الصراط، إما أن تجتازه إلى الجنة أو تهوي إلى النار، يحصل انتباه ولا يحصل انتباه. عندما تتذكر هذه المعاني وأنت مصدق أنها مقبلة، يحصل عند القلب يقظة وهمة في الإقبال على الله. هذه الهمة في الإقبال على الله هي الباعث الذي نتكلم عنه. حصل هنا بالتخويف، حصل هنا بالتخويف.